لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الما تي في. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام إلى الإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا على تقديم كل جديد. إليكم أبرز العناوين: الوداد يبدأ تحضيراته لموقعة النجم الساحلي وطائرة خاصة تنقله إلى تونس. منحة مغرية لغاريدو من النصير للتسويج هذا الموسم. أندية أوروبية كبيرة تابعت لاعب وداد بارز أمام النجم الساحلي التونسي. الناهير يدخل تاريخ الوداد وغاريدو يسعى لتجديد عقده. أشرف داري يعاني الإهمال بعد عمليته الجراحية لهذا السبب. مسؤول النجم الساحلي ولاعبيه يتواعدون بالإطاحة بالوداد. كورونا تهدد الحضور الجماهيري في قمة الوداد والنجم الساحلي التونسي. عودة لاعبين بارزين للتدريب الجماعية قبل موقع أسرادس. قرر سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي الاستعانة بطائرة خاصة لسفر الفريق الأحمر إلى تونس لمواجهة مضيفه النجم الساحلي التونسي، وذلك برسم إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقررت إدارة الوداد الرياضي باتفاق مع أخوان كارلوس غاريدو السفر إلى تونس يوم الخميس المقبل، على أن يخوض بها حصتين تدريبيتين، واحدة على أرضية الملعب الأولمبي برادس والتي ستحتضن المباراة بين الفريقين. بدأ فريق الوداد الرياضي الاثنين الماضي تحضيراته لمواجهته ضد النجم الساحلي، وكان المدرب خوان كارلوس غاريدو قد منح عناصر فريقه الأحد الماضي راحة عقب المجهود الكبير الذي قاموا به خلال المباراة ضد الفريق التونسي. وسيكون الوداد الرياضي أمام فرصة مواسية للعبور إلى المربع الذهبي من المسابقة القارية، وذلك في حال حفاظه على تفوقه إيابا في ملعب رادس بالعاصمة التونسية. خصص فريق الوداد الرياضي 100 مليون سنتيم لإخوان كارلوس غاريدو مدرب النادي الأحمر كمنحة خاصة مقابل تسويجه بلقب الدوري الاحترافي، وذلك لتحفيزه على التسويج باللقب الذي سيخول له المشاركة في عصبة الأبطال في النسخة المقبلة، وأيضا للحفاظ على لقبه بطل للدوري المغربي. وخصص الوداد الرياضي أيضا 20 مليون سنتيم للمدرب غاريدو من أجل قيادة النادي الأحمر للتأهل إلى نصف نهائي عصبة الأبطال الأفريقية، علما أنه قطع النصف الأول من الطريق بالفوز على النجم الساحلي التونسي بهدفين لصفر، وبذلك قوى حظوظه في التأهل للمربع الذهبي من العصبة الإفريقية. عرفت المباراة التي جمعت فريق الوداد الرياضي وضيفه النجم الساحلي التونسي حضور كشاف أندية أوروبية كبيرة لمتابعة نجم النادي الأحمر. وأكدت تقارير صحفية فرنسية أن المواجهة عرفت حضور كشاف لمتابعة مهاجم الوداد الرياضي بادي أوك. وأوضحت نفس التقارير أن الأمر يتعلق بكل من فريق سبورتينغ لشبونة ونادي بنفيكا البرتغاليين، بالإضافة لفريق موناكو ونادي ليل الفرنسيين، وأيضا بعض الفرق الأخرى الأوروبية. يذكر أن بادي أوك قدم مستوى مميز وساهم في فوز النادي الأحمر على نظيره النجم الساحلي التونسي. فرض تألق محمد الناهيري خلال مواجهة الوداد الرياضي والنجم الساحلي بتسجيله لثنائي على إدارة النادي الأحمر فتح باب التفاوض مع اللاعب لتجديد عقده مع الفريق. وكشفت تقارير صحفية أن المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو منح الضوء الأخضر لإدارة الفريق الأحمر بفتح مفاوضات جادة لتمديد عقد اللاعب الناهري مع الوداد الرياضي، وذلك في ظل المستوى المتميز الذي وقع عليه في مواجهة النادي التونسي. وجاء هذا بعدما ألمح الناهيري في وقت سابق عن رغبته في تغيير الأجواء بسبب المشاكل التي تخبط فيها مع المدربين السابقين للفريق، مما فرض على مسيري الوداد دخولهم في مفاوضات جادة لإقناعه من أجل تجديد عقده مع الوداد الرياضي. دخل محمد الناهيري لاعب فريق الوداد الرياضي تاريخ النادي الأحمر بعد تسجيله لهدفين في مرمى النجم الساحلي التونسي، ليصبح بذلك ثاني هدف للنادي الأحمر في عصبة الأبطال الأفريقية. وكان إسماعيل الحداد قد تجاوز رقم المحترف الوداد سابقا الكونغولي فابريس أونداما، حيث سجل الحداد 12 هدفا
في دوري أبطال أفريقيا ويكون أفضل هدف للوداد الرياضي في المسابقة القارية، ليأتي خلفه محمد الناهيري مدافع النادي الأحمر كأفضل هدف للوداد الرياضي. يعيش أشرف داري لاعب فريق الوداد الرياضي حالة من الاستياء بعد رفض سعيد الناصري رئيس النادي الأحمر الوفاء بوعده من أجل تمكينه من الخضوع للترويض والتأهيل بأسبيطار في قطر. وأوضح مصدر مقرب من اللاعب الودادي أن الآخر لم يتلقى أي مكالمة من الناصري للإطمئنان على حالته الصحية منذ إجرائه لعملية جراحية، وأيضا لم يتوصل بمستحقاته منذ تعرضه للإصابة. ويكتفي اللاعب الودادي بإجراء حصص الترويض بمدينة الدار البيضاء في الوقت الذي كان الناصري قد وعده بإرساله إلى قطر لإجراء مرحلة الترويض والتأهيل. أبدى شكري الأميري رئيس فرق كرة القدم بالنجم الساحلي سونسي أسفه الشديد للخسارة أمام الوداد الرياضي بثنائية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال الأميري في تصريحات له بأن فريقه لم يقدم مباراة جيدة ولم يلعب على حقيقة إمكانياته مع ارتكاب أخطاء وهفوات دفاعية كانت وراء تسجيل الوداد الرياضي لهدفين. وأضاف شكري الأميري أنه رغم الهزيمة يبقى كل شيء جائز، فقط يجب وضع اليد في اليد من جهاز فني ولاعب وجهاز إداري من أجل تدارك نتيجة الهدفين، بالإضافة إلى ضرورة حضور الجماهير بملعب رادس بأعداد غفيرة لمساندة الفريق مثل ما فعل جمهور الوداد الرياضي مع فريقه. أكد الإيفواري سليمان كوليبالي مهاجم النجم الساحلي التونسي أن حظوظ فريقه في الترشح لنصف نهائي عصبة الأبطال أفريقيا تبقى قائمة رغم الهزيمة أمام الوداد الرياضي. وأضاف كوليبالي أن مباراة العودة ستكون صعبة، لذا لابد من بذل مجهود كبير لقلب المعطيات لصالحنا. يذكر أن من خلال تصريحات بعض مسؤولي ولاعبي النجم الساحلي التونسي والذين أكدوا ثقتهم في التأهل لنصف نهائي المسابقة القارية على حساب الوداد الرياضي، إلا أن ثقتنا كبيرة في ممثل الكرة المغربية لتأكيد فوزه في الذهاب في مباراة الإياب على ملعب رادس لمواصلة الحلم الأفريقي هذا الموسم. قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم عقد اجتماع طارئ بعد ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في تونس، وذلك لمناقشة الأجواء الخاصة بمباراة الترجي ضد الزمالك وأيضا مقابلة الوداد الرياضي والنجم الساحلي التونسي والمقررة بعد نهاية الأسبوع الجاري. وكشفت تقارير صحفية أن هذا الاجتماع يأتي من أجل تحديد قرار باللعب بدون جمهور أو بحضوره مع الأخذ بالإحتياطات الوقائية اللازمة، وسيتم تقرير أحد الأمر بعد نهاية الاجتماع. عرفت الحصة التدريبية للوداد الرياضي استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي عودة نجم الوداد صلاح الدين السعيدي للتدريبات الجماعية بقيادة الإسباني خوان كارلوس غاريدو، وذلك بعد انتهاء فترة علاجه وتأهيله بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة. وقد تعرف مواجهة الإياب بين النادي الأحمر ومضيفه التونسي مشاركة صلاح الدين السعيدي في المقابلة. كما عرفت الحصة التدريبية مشاركة عبد اللطيف نصير والذي كان قد أصيب في مباراة يوسفية برشيد، ومن المرجح بشكل كبير إشراك غاريدو للاعب عبد اللطيف نصير ضد النجم الساحلي التونسي. وتعد عودة كل من صلاح الدين السعيدي وعبد اللطيف نصير من الإصابة مهمة للنادي الأحمر، حيث تنتظره مباراة إياب دور ربع نهائي عصبة الأبطال الأفريقية والتي لن تكون سهلة بملعب رادس، لكن كلنا ثقة في اللاعبين والمدرب غاريدو لتحقيق التأهل للمربع الذهبي ومواصلة الحلم الأفريقي. أضحى الوداد الرياضي أمام فرصة مواتية للعبور إلى المربع الذهبي من المسابقة الأفريقية بقيادة الإسباني خوان كارلوس غاريدو، وذلك في حال حفاظه على تفوقه في مباراة الذهب بثنائية ضد النجم الساحلي التونسي والتي وقعها مدافع النادي الأحمر محمد النهيري، حيث سيسعى الوداد الرياضي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب بتونس مستفيدا من فوزه بهدفين لصفر بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. عين الاتحاد الافريقي الكاف الحكم السنغالي ماغي تندياي لإدارة مواجهة إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستجمع بين الوداد الرياضي والنجم الساحلي التونسي والمرتقبة على أرضية ملعب رادس بالعاصمة التونسية.
وتجرى مباراة الوداد الرياضي ومضيفه النجم الساحلي التونسي يوم السبت 7 مارس انطلاقا من الساعة 8 مساء على أرضية ملعب رادس بتونس. كل التوفيق للنادي الأحمر من أجل حسم التأهل إلى المربع الذهبي من مسابقة عصبة الأبطال الأفريقية هذا الموسم.